خلونا كمان ناخد معانا على تليفون دكتور علاء عز، الامين العام لاتحاد الغرف التجاريه. اهلا 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 يا دكتور علاء. زي سعادتك يا فندم، بس هو ما ينفعش اتكلم بعد احمد بيه، يعني ما خلاص هو غطى كل حاجه. ما احنا حظنا حلو ان شهبندرات التجار معانا كلهم النهارده. طب دكتور علاء، دلوقتي بكرة بإذن الله الدكتور مصطفى مدبولي موجود في ميناء اسكندرية، وهيتابع كمان عمليات الإفراجات الجمركية في سائر المواني المصرية. ده معناه أن كل الباك لوج، لو صح التعبير يعني، أو المتراكمات في المواني هتبدأ تنزل للسوق. أولوياتنا هيبقى فيها المواد الغذائية، هيبقى فيها الأعلاف، هيبقى فيها الأدوية، هيبقى فيها مستلزمات الإنتاج. متى نجد شيء من الراحة في الأسعار؟ لا دي الرد عليها بسيط جدا يا فندم. قول لي. حضرتك لو فتحت عينيك دلوقتي هتراها. اهو. لتلات أسباب. نمرة واحد، إن كان في الفترة الماضية نظرا لندرة الدولار كان الإفراجات محدودة، وده اللي تسبب في الباكلوج. وبالتالي المخزون غالبيته مش في مخازن المصانع، سواء من مستلزمات إنتاج أو سلعة تمت الصنع، إنها موجودة في المواني. وبالتالي انا لما هفرج عليها النهارده هفرج عليها بالدولار بتاع النهارده، مش باسعار الفتره الماضيه. فعندك فرق حوالي حاجه و20 جنيه في التكلفه للمكون الدولاري، عشان برضو ما نبقاش بنعمم. هناك سلع مصريه 100%، هناك سلع بمكون اجنبي زي الالبان 18%، هناك سلع زي الزيوت زي الفول مكون اجنبي 85%. وبالتالي الانخفاض هيبقى الجزء اللي فيه المكون الاجنبي. كويس. ده نمره واحد. نمره اتنين وهو الاهم. احنا هدفنا اساسا والاليه اللي بتخفض الاسعار هي الوفره. وجود سلع بكميات كبيره بشركات مختلفه محليه ومستورده، منافسه ما بينهم، دي اللي بتخلق لي هبوط واستقرار الاسعار. نمره ثلاثه، وده يمكن اهم حاجه، احنا عملنا في شراكه مع الحكومه، دوله رئيس الوزراء، معالي وزير التموين، معالي وزير التجاره والصناعه احمد بيه طبعا رئيسنا، عملنا اجتماعات مع قاده السوق. جميل. في كل سلعه هناك عدد محدود من الشركات بيشكل اكثر من نص حجم السوق، 70% في حالات كتيره. اتفقنا معاهم ان الخامات اللي عندهم او المنتجات اللي عندهم اللي جت بالدولار ابو 70، المنطق بيقول ان هو تخلص وبعد ينزل السوق السلع الجديده بالسعر الارخص. طب انا عايز اتوقف هنا عند حاجه، هو انا استوردت حاجه وقت الدولار ابو 70؟ ما انا ما لحقتش. هناك مخزون. امال السلع اللي في السوق دي جايه منين يا فندم؟ جايه من قبل الدولار ابو 70. لا، وقت الدولار ابو 70 كان الدولار ابو 70 ده قعد تقريبا اسبوع، وكان من حوالي شهر. قبل الدولار انا استوردت قبلها وهستورد بعدها. حضرتك النقطة اللي أنا عاوز أوضحها، أيوة، إن إحنا توافقنا مع هذه الشركات إن ما تم شراؤه بالدولار الغالي، بلاش نحط رقم، ماشي، ندوب فرق هذا السعر على مدى 3 أشهر أو 6 أشهر، وبالتالي أقدر أحقق خفض ثوري في الأسعار، وده تحقق النهاردة. أنا عندي شركات الزيوت خفضت 20% النهاردة، ما بين إمبارح بالليل والنهاردة. صحيح. بدأ التخفيض 20% في عموم الجمهورية، مش بتكلم على منافذ أهل رمضان وخصومات في المنافذ، أنا بتكلم على قوائم البيع اللي هم مطلعينها دلوقتي. رائع. نزلوا الأسعار 20%، هناك سلع أخرى نزلت وبنسب مختلفة على حسب المكون الأجنبي. لما أنا بدي مثال إن الجملة الشهيرة بتاعت اللي بيطلع ما بينزلش، لا بينزل يا فندم. اللي أهم من ده واللي هينزله أكتر، إن النهاردة الشركات هتبتدي تتنافس عشان تاخد الحصه السوقيه بتاعتها. وبالتالي ده هيعمل لي استقرار كبير جدا في الاسعار. طب ده كلام محترم، كلام جميل جدا. يمكن نقطه اخرى غير الاسعار، ودي يمكن تحقق لي الاستدامه في انخفاض الاسعار. النهارده كم الشركات الاجنبيه اللي تواصلت معانا، اللي هي بتطلب بيانات، يا بتطلب مواعيد من الساده الوزراء، يا مواعيد من محور قناه السويس او من هيئه التنميه الصناعيه، اللي كانت عامله دراسات جدوى او بتبص على الاستثمار في مصر، ولكن مستنيه هذه اللحظه. صح. لان ما ينفعش اجي انا اصرف نص استثماراتي احولها لجنيه بالسعر الرسمي وباقي يحصل تعويم، انا خسرت قبل ما ابتدي انتج. هو دلوقتي بالنسبه له الدنيا امان ومستقره وزي الفل.
آليات السوق كلنا نتحملها. أنا بالنسبة لي صعود وهبوط الدولار طبقا لآليات السوق دي نسب مقبولة ومعروفة، وأقدر أعمل دراساتي دراسة الجدوى بتاعتي مبنية على دراسات علمية تقول لي الدنيا هتمشي ازاي. كلام مطمئن وجميل. هذه الاستثمارات مش بس هتعمل انتاج اكتر، هتجيب لي انتاج محلي زيادة يحل محل الواردات. حلو. ولكن وهو الاهم هتبتدي تصدر، هتجيب لي دولار اضافي. الاستثمارات دي هتدخل لي دولار، وده اللي يحقق الاستدامة اللي بنتكلم عليها. ايوة وهو اهم نقطة. انا بشكرك جدا يا دكتور علاء، نورتنا وشرفتنا. دكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية.